كابتن محمد ألف مليون مبروك. السؤال الأول، متى اقتنعت أنك لم تعد تحتمل كل ما يحدث لك من عدم مساندة؟ مساء النور وتحياتي لك من ضيفك الكريم وكل العاملين معك في البرنامج. أخي أحمد، أنت عارف أن الحمل علينا صغير ونحن وعلينا ضغط مش طبيعي، سواء كان ضغط المنافسة نفسها أو الضغط من خلال الحملة اللي شنت علينا يعني الأخير الشهيد. لكن الحمد لله ربنا وفقنا هنا وتأهلنا، وهذا الأهم، وعدنا للبلاد وانفقرنا. وأنا أنت تعرفنا من النوع العصبي شوية كذا، وأحيانا ردة فعلي تكون مبالغ فيها، لكن بالأخير لازم نفجر مشكلة يعني نعرف صح، لابد أن نعرف فين الخطأ كي نصوبه. تحملنا يعني فوق طاقتنا من أجل الوطن أولا ومن أجل المنتخب، والأهم أننا احترم الشيخ أحمد صالح العيسي احترام، هو يعرف الكلام ذا لأنه هو الوحيد اللي يدعمنا من الاتحاد وسهل أمورنا. حتى المباراتين حق السعودية كان الدكتور حميد الشيباني بيعرقلها، رافضنا أن نلعب مع السعودية شينا نروح ماليزيا، وأصريت ووصل الأمر إلى أنه يهددنا حتى عبر الوسيط يعني طبعا عبر الشرقي، أنه أنا بتحمل مسؤولية لو رفعت مع عسكر ماليزيا. طيب انا المدرب، انا صاحب القرار في الامر ذا، حقك عشان تبي تقرر يروح هنا يروح هنا، ودينا ماليزيا عسكر معسكر في اندونيسيا. تواصلت انا مع الشيخ احمد وقال على طول واعطى توجيهات بتنفيذ البرنامج الخاص في بنا، يعني سهل لنا كثير من الامور. الموضوع اصبح شخصي بيني وبين الامين العام. انا ما اطالب حتى فلوسي، انا اطالب بعقدي وعقد الفريق العامل معي. يعني فقط يعطينا العقد حقي، ما طالب بفلوس. انا اعرف ظرف الاتحاد وظرف الشيخ، ولهذا طيب. ما طالبنا فلوس، طالبنا بالعقد فقط. هل تواصل معك رئيس الاتحاد بعد ان قدمت الاستقاله؟ وهل افهم من كلامك الحالي انك عدلت عن الاستقاله وبتكمل المشوار مع المنتخب في نهائيات كاس اسيا في الصين؟ ما تواصلت معي انا شخصيا الشيخ احمد، وهو كان يعني بالبطولات السابقه يتواصل مباشره معنا، يعني عبر يتصلني هاتفيا. شفت انا شفت فيديو في السعوديه تقريبا. ايوه، ولا انا بالاخير انا مواطن وانا خادم لوطني، خادم للمنتخب. والموضوع الكره في ملعب الاتحاد، اذا اراد الاتحاد يستمر استمرينا بشرط. ما بروح المعسكر ولا ادرب الا بعقدي وعقد زملائي ومرتباته. هذا طلبي انا، يعني ما اعتقدش انه ده ابسط حقوقك يا كابتن، ده ابسط حقوقك، ابسط حقوقك، ده دي المفروض ما تتناقشش فيها اساسا. طيب الا تشعر بتخوف يعني انه يتم مراضاتك حاليا ويدفع لك جزء من مرتباتك السابقه، ثم يتم الالتفاف عليك مع يعني اي محطه قادمه، وبدل ما تكون انت اللي استقلت تقال؟ والله ما عندي مشكلة. أنا أخي أحمد، الإقالة والاستقالة هذا جزء من صميم عملنا يعني. وأنا دائما أدرب والشنطة حقي جاهزة، سواء في الأندية أو المنتخب. جميل، ما عندي مشكلة.